المجموعة الأخيرة وهي الأبراج الترابية، وراح نبلش بأول برج اللي هو برج الثور. برج الثور على طول يحب يشوف الحياة حلوة ومزدهرة، وكل شيء يطب بمجال يحب أنه يشوف هو مثمر. فأنصحك على طول باللون الأخضر، اعتمد عليه بملابسك، بأثاثك، بالإكسسوريز اللي تلبسها. أما بالنسبة للبرج الثاني الترابي وهو برج العذراء، برج العذراء على طول هو يحب الأرض، يعني يحب انه يكون، يعني يحب يطير بالاحرى، ويحب الارض. فلازم نخلي فتشي كيب هم جراوندد، فنخلي اللون البني على طول قدامنا باثاثنا بمكتبنا. اذا عندكم كاوتش سوفا بالبيت خلوها جوزيه، لان راح تعطيكم شعور الدفء والاستقرار بالمنزل. اما بالنسبه للبرج الاخير وهو برج الجدي اللي هو اكثر الابراج جديه، برج الجدي هو جدي، فعلى طول الانسان الجدي يميل الالوان الرماديه والألوان البنية بلبسهم، بمكان استقرارهم، لأن هي تعطيهم شعور بالجدية وتمنح الشخصية مالتهم هذه الثقة اللي هم محتاجيها بكل مكان. شكرا لكم، وكانت وياكم اليوم الألوان مع كارما، وشكرا.